شخ معايا احسن. شو شخ معايا؟ Despacito. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. يا سلام على الشاك عمر، طفولة عمر مرة ثانية. شكرا لكم على دعمكم حلقة طفولة عمر الأخيرة حقت أبدو عضلات. الحلقة جابت أكثر من 60,000 لايك، ما شاء الله تبارك الله. والله كلمات الكلمات تعجز يا جماعة، والله العظيم. المهم يا جماعة، مقطعنا لليوم راح يكون طفولة عمر، وراح احكي لكم قصة صارت لي قبل سنتين تقريبا، من اكثر القصص اللي كنت فيها محظوظ، وقصة غريبة مرة يعني يبغى لها تركيز يا جماعة. اتمنى من كل واحد فيكم يكمل المقطع للنهاية ويفهم القصة، صدقونا راح تستمتعوا ان شاء الله. بجيب لك فشار، عصير، اي شيء كذا، مسليات مفرحات، وتنبسط ان شاء الله. وبدون ما نطول عليكم نبدا القصة. القصة اللي معانا لليوم صارت لي قبل سنتين أو 3 سنين. صار مهرجان أو فعالية في جدة. الفعالية هذه اسمها المهرجان السعودي للكوميديا. طبعا الاسم هذا أكيد مر عليكم، وبعضكم ممكن حضر الفعالية هذه، يفتكر أيام طارق الحربي لما جاءوا إبراهيم باشا ونوروا جدة. الفعالية هذه تميزت إنه جابوا فيها نموج ستاند نموج نموج نجوم ستاند اب كوميدي. جابوا كل واحد عنده مليون نص مليون كذا مشاهير، كلهم لموهم في الفعاليه هذه، فصاروا كل الناس جايين يبغوا يشوفوا المشاهير. وانا وقتها كنت قليل على قد حالي، ما عندي الا يمكن 50,000 في اليوتيوب يعني، فبداياتي في اليوتيوب. والله بس سمعت انه في فعاليه في جده وزي كذا، قلت نروح، ليش ما نروح؟ وطبعا وقتها ما كان عندي سياره، كنت اروح نظام تاكسي ولا نظام شباب عاد يرديني الشلال عشان اروح الفعاليه. فذاك اليوم انا قلت لامي يلا امي الله يعطيك الف عافيه، تامر شيء انا طالع من البيت بروح المهرجان. روح يا ولدي، الله يسخر لك وينور بصيرتك ويبعد عنك بنات الحرام وعيال الحرام يا رب. امي راضي عني الحمد لله، وكنت ولد محترم، ركزوا، راضي عني، ترى هذه مهمه بتعرفوا بعد شويه ليش. والله بس انطلقت الى الفعاليه ووصلت هناك. طبعا وقتها كان في جيبي كم 100 ريال، قلت هدخل فيها الفعاليه، ادخل الفعاليه ب50 واكل ب50 واحلى دلع. وصلت شباك التذاكر، قلت لهم السلام عليكم حبيبي ابغى تذكره. ردت علي اللي شغاله في الكاشير وقالت حبيبي ما عاد باقي الا تذكره 750 ريال في اي بي، تذكره العاديه ما في. ياهو، طب انا ما عندي الا 100 ريال في جيبي، وكيف حرجع؟ انا جاي مع تاكسي، ما اقدر ارجع البيت. قلت لا 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 لا، ما يمشي اليوم الا اخش، جيبوا تذكره عاديه. قالوا لو تبغى التذكره العاديه تعال بكره. لا، قلت طيب تبوها كذا عباطه انا اوريكم. والله بس سويت حيله ذكيه على الكاشير. طبعا هي كانت فعاليه في ملاهي الشلال، فهي ملاهي وفيها قسم الفعاليات، فانا قلت اديني تذكره الملاهي الدخول 25 ريال، يلا ادخل الشلال، ما بالفعاليه بالشلال. قالوا تبى الشلال الشلال، طيب تفضل. والله بس دخلت الشلال ومن هنا عمر قاعد يفكر، والله قاعد افكر، قلت ليش اشتريت التذكره؟ ما اخش، ما عندي حق الفعاليه، بس اخش الملاهي، ايش اسوي في الملاهي؟ وكنت وقتها رايح لحالي يعني، حتى ما معي خوي العب معاه وانسى الهم اللي جاني اليوم. والله بس دخلت الملاهي كان في طريق يمين وطريق يسار، طريق اليمين الملاهي، طريق اليسار الفعاليه، طريق اليمين فاضي، الطريق اليسار 60 بودي جارد وطوابير. طبعا عمر معروف من فين راح، ما يحتاج يمين. والله بس دخلت من الطريق اليمين وصرت اطالع في الناس اللي داخل الفعاليه في الطريق اليسار. طبعا انا كنت طالع فيهم زي كذا، بس انا جوا قلبي زي كذا. والله بس دخلت الملاهي قاعد الفلف افكر كيف حقدر ادخل الفعاليه وما في الا تذكره في اي بي، احاول من هنا، طريق من هنا، موقفين في كل بوابه بودي جارد، يعني ما تقدر تخش. مو بودي جارد، ايش بودي جارد؟ سكيورتي قصدي، ايوه سكيورتي حق الامن، بس هو سكيورتي معضل شويه فبودي جارد. فذاك اليوم جاني واحد من المتابعين، بس ورب يا جماعه الخير المتابع ذاك بصراحه كان مره نشبه، قعد معي ممكن ساعه كامله، لدرجه انه تخيل واقف معي المتابع هذا شايف اهله قدامي، يقولوا له اهله تعال معانا يلا، يقول لا لا شوي اجيكم. ابن الناس امك قاعد تناديك، امك تبى تمشي تعبت، تبى ترجع البيت. يقول لي لا لا ما عليك انا كلمتهم، اقول له يا ابن الناس، يقول لي ما عليك. اقول له يوه خلاص. طيب من كثر النشبه اللي نشب لي اياها يا جماعه ذاك اليوم، دخلت الحمام، دخل معايا، لا لا شخ معايا احسن، شخ معايا. فقفلت الباب على نفسي حق الحمام وقضيت حاجتي وطلعت، طلعت اطالع يمين يسار ما لقيته، قلت الحمد لله راح شكله. فقلت قعدت اتمشى لحالي كذا، ورحت محل ذره كذا على الجنب، قلت له السلام عليكم لو سمحت اعطيني واحد ذره بالله، الا شويه انا اسمع واحد جنبي يقول وانا كمان اعطيني ذره. ايش جابك مره ثانيه؟ فهو مسكين يقول لي عمر انا ناشب لك، انا ما ابغى اجرح يعني، اوكي يعني اوكي انا احبك انت متابع تكي معي ارجع معي، بس مو تقول معي ساعه ونص. والله بس امي اتصلت علي صار يلصق فيني،
وانا اخر ابن الناس ابغى اكلم امي. امي فكني. ها يا ولدي طمني كيف الاجواء عندك؟ قلت له والله يا امي الصراحه والله ما دخلت. حسبي الله عليهم يا شيخ. قلت له يا امي الله يخليك انت بس ادعي وما عليك. شيخ الله يوفقك ويفتح لك ابواب. اهم شيء صليت المغرب ولا لسه؟ طيب الحمد لله. يا رب يا رحمن يا رحيم. وسبحان الله والله العظيم يا جماعة اني ما اضيف عليكم ولا حاجة. امي قفلت السماعة من هنا وانا رحت مشيت شوية كذا. جاني واحد مع اصحابه كان طالع من الشلال شافني واقف كذا مهموم قال لي اسمع خذ شباب تذكرة في اي بي دعوة خاصة. امي ايش الدعاء المستجاب هذا اللي بسرعة ما شاء الله. اطالع فيه اقول له لا صلي على النبي ابوي ايش الكلام هذا شيل. قال لي خذها. انا طفشت انا طالع سلام عليكم وداني ظهره ومشي حتى ما اداني فرصه اتكلم. وانا طالع تذكره في اي بي يا جماعه دعوه خاصه شكل واحد فخم ولا مليونير. والله اخوكم في الله ما صدق لبس السلسله على الطريق حق الفعاليه. طبعا بودي جارد معضل لابس اسود في اسود وهو اسود واطول مني بخمسه ادوار يطالع فيني تحت وانا طالع فيه فوق. سويت له شوف البطاقة. تفضل طال عمرك. مين طال عمري؟ طيب ما عندك مشكلة شكرا حبيبي دخلت. وطبعا أنا داخل في أمان الله ماني عارف فين أروح. فدخلت كده باليلا يعني كده فين ما ودني ربنا يوديني أهلا وسهلا. نبغى شوف إيش اللي صاير جوا الكوميديا بشوف المشاهير. شوية كده أمشي أوصل لمكان أجلس فيه. ماني عارف أنا فين جالس. أطالع يميني ألاقي بدر صالح ومؤمن افندي. اطالع شويه هنا طارق الحربي والشباب. شباب الحمد لله لك يا رب الحمد لله اني كنت راضي امي في بدايه القصه. ومو بس كذا يعني القصه ما انتهت وكذا وخلاص وحقفل المقطع. لا يا حبيبي صار شيء مره قوي كمان. الكهرباء انطفت. ها مكيف اي شيء ما طفت الكهرباء. ماني عارف كيف اكمل المقطع دحين. قاعد افكر من اول ايش اسوي كيف اكمل المقطع متى حتشتغل الكهرباء ماني عارف. فقررت انه انزل المقطع هذا واسوي لكم جزء ثاني. فاذا حابين ينزل الجزء الثاني من القصه وصلوا المقطع هذا 40,000 لايك. تقدر توصل 40,000 لايك.